يعني هي كانت فترة كلها يعني تقلبات كده، من الصعب للمبهج للتعاسة للسعادة لكل حاجة حصلت في شهرين كده. الوقت كان يعني آخر السنة كانت سنة يعني 2019 نهايتها كانت شديدة جدا. بس بدأت تصوير فيلمين في نفس الوقت، وكنت بصور بدأت تصوير مسلسل مع نتفليكس، ويعني كل الحاجات دي في وقت واحد مع المهرجان. فأنا بالنسبة لي كانت يعني فترة صعبة جدا في حياتي على المستوى المهني، يعني عشان كده أسعد لحظة كان بعد وقت المهرجان خلص والحياة ابتدت ترجع تاني ورجعت منتج بقى تاني. المهرجان بالنسبة لي كان هو الهايلايت بتاع يعني 2019، لان الدوره ال 41 حسيت بفرق عن الدوره اللي قبلها، حسيت ان احنا اتعلمنا حاجه، حسيت ان احنا قدرنا نضيف حاجه انا والفريق اللي معايا. لو ما فيش الشغف اللي عندي للسيناريو ما حسيتش ان انا عايز اشوف الفيلم ده على الشاشه، انا كمتفرج بقى بعيدا عن انا كمنتج يعني. ولو ما حسيتش ان هيبقى في علاقه طيبه ما بيني وبين المخرج مش هيمسني المشروع ان انا اكرس له مجهود وفلوس ووقت وكل حاجه يعني. اي عمل فني عامه هو نوع من المغامره، لان مفيش حسبه في الفن بتطلع صح 100%. اللي بينجح هنا مش شرط ينجح بره، واللي بينجح بره مش شرط ينجح في مصر. هو المهم الواحد يبقى عارف انه بيعمل الفيلم ده لمين. يعني احنا 100 مليون واحد، لما نلاقي ان احنا بنبيع 18 مليون تذكره في السنه، ده رقم قليل جدا. فدي حاجه محتاجه نشتغل عليها، وكل ده محتاج تبني صناعه يعني. السوق بتاعنا ممكن يبقى اكبر بكتير اكيد طبعا. سي في ايه في 2020؟ صراحه نفسي اخد اجازه شهر، اقعد اسافر، اروح سبا مثلا، اقعد اسافر حته ما رحتهاش قبل كده.